إذا كان هناك شخصان أحدهما لا يصلي والآخر لا يشهد صلاة الجماعة ويدعي الصلاة في المنزل، فهل يجوز لي التعامل معه من كلام وأكل وشرب وضحك إلى آخره؟ أما الذي لا يصلي أبدا فهذا كافر مرتد أخبث من اليهود والنصارى، لأن اليهودي والنصراني يقر على دينه وهذا لا يقر على دينه. السلام. وأما الذي لا يصلي مع الجماعة فهو فاسد لكنه ليس بكافر. وهؤلاء الكفار أو الفساق لا يجوز للإنسان أن يوادهم، بمعنى أن يطلب مودتهم ومحبتهم، لكن له أن يتكلم معهم ويضحك إليهم بقصد التأليف إذا كان يرجو من ذلك أن يهتدي. وكما نعلم جميعا أن التأليف له أهمية، ولهذا يعطى الكافر من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام يعطى منها للتأليف. فينظر الإنسان إذا كان هذا الرجل العاصي بترك الجماعة أو الذي لا يصلي أبدا إذا كان يرجو منه أن يستقيم إذا ضحك إليه وجلس معه وأكل معه فليفعل، وإن كان لا يرجو ذلك فلا يفعل، لكنه لا يمنعه من نصحه